السلام عليكم أصدقائي، شلونكم؟ إن شاء الله زينين. بهذا الفيديو حبيت أعطيكم بعض الملاحظات وإن شاء الله تستفادون منها. عندي الملاحظة الأولى اللي هي اختيار الموضوع، وهي يعني نقطة جدا مهمة. لازم أختار موضوع حلو بيظل ضوء حلو على مود أقدر أتحكم به بخطوطي بلمستي. وقبل لا أبدي أرسم لازم أتمعن بالصورة دقيقتين ثلاثة أربعة، أشوف التفاصيل، أشوف الظل الضوء، درجات الظل، حركة الوجه، يعني لها جدا مهمة. أحاول نوبات عني ربع ساعة 10 دقائق أظل صافا من الصورة لحد ما أفهم الشكل، يلا أبدي أخطط. النقطة الثانية اللي هي جدا مهمة أيضا استخدام القلم، موضوع النسبة والتناسب. هاي يعني النسبة والتناسب يعني حيل فادتني برسم وحيل طلعت يعني سهلت علي التخطيط. مثلا عندي هاي الصورة اللي هي رقصة البالية، من رسمتها انا اعتمدت على نقطتين، النقطة الأولى اللي هي نهاية الحنك، والنقطة الثانية اللي هي فوق الحاجب. باقي النقاط يعني جدا سهلة. مثلا عندي اللي هي مثلا من نهاية ذات الرقبة لهنا، أنا هي نفس المسافة من الشفة السفلية، نهاية الشفة السفلية لحد هاي النقطة. فأنا من طلعت هاي المسافة طلعت عندي صحيحة، باقي المسافات كلها تطلع عندي تقريبا يعني شبه مضبوطة. وأيضا مثلا طلعت عن هالمسافة اللي هي من هنا لهنا بقد المسافة تقريبا من هنا يعني بداية الشفة العلوية. وأيضا باقي المسافات هي نفس الصورة، هي هاي عندي هاي المسافة من هنا لهاي النقطة هي نفس المسافة من هنا لحدها فوق الحاجب هذه النقطة. وأيضا المسافة من هنا لهنا هي تقريبا نفس المسافة. فهاي موضوع النسبة والتناسب. بس أشرح لكم على الصورة، نجي هاي لهاي البنية تقريبا راح أكملها. ها هي الرسمة اللي رسمتها، نفس الشيء هم عن أخت احتاجت بها رسمة نقطتين بس، من النقاط الباقية يعني شيء ثاني. النقطتين اللي احتاجتهن اللي هي نقطة نهاية الحاجب ونهاية الحنج. عندي هاي النقطتين، عندي هاي النقطتين تقريبا هي هاي النقطتين، طلعت نقطة الإذان مثل ما تشوفون تقريبا بالضبط، تقريبا يعني نقطة الإذان هاي النقطة. فمن طلعت هاي النقطتين صار يعني قدرت أتحكم أطلع باقي التفاصيل بسهولة جدا. وأيضا مثلا هسه عندنا شلون أستخدم النسبة والتناسب. مثلا عندي الإذان اللي هي بقد هاي المسافة، طبعا أنا أطلع هذا الجزء السفلي احتاجت أخلي نقطة هنا أنا فقط نقطة عم نطلع هذا الجزء السفلي كليته اللي هي الرقبة. فمسافة من أنا من هاي النقطة اللي خليتها أني هي مساوية لمسافة الإذان، يعني طلعت عندي هاي المسافة مساوية لهاي المسافة، وهاي المسافة تقريبا هاي المسافة اللي هي مساوية للمسافة يعني من يعني أقل من الشفة العلوية بشوية، والإذان نفس المسافة مال المسافة. وعندي الشفة كلها تقريبا بقد أصغر من الإذان بشوية، أو تقريبا يمكن بقد الإذان بالضبط، بقد هاي المسافة السفلية. عندي الشفة هسه يعني طول الحلق مساوي لهاي المسافة. وأيضا اعتمدت على خطوط هوريزنتال وخطوط فيرتيكال. وعندي المسافة من هاي النقطة من نهاية الحنش لحد نهاية الرقبة هي أسفل من أسفل الشفة العلوية لنهاية الحاجب، يعني هسه تقريبا عندي هاي منها واحد وعندي هاي اثنين ثلاثة. فبالنسبة للتناسب يعني أقدر أرسم أي رسمة، جسم كامل، موضوع كامل. فهذا إن شاء الله يعني تكون واضحة عندكم وبسيطة. النقطة الأخرى اللي هي أحفظ الشكل. أنا من رسمت هذا الشكل أحاول أحفظه، يعني احفظ الزاويه، احفظ الاتجاه، احفظ الحنج، احفظ الرقبه، احنا احفظ كل يعني الخطوط بي.
ان هذا بالمستقبل من ترسمون لايف موديل حيفيدكم كلش، يعني حتكون الزاويه حافظيها، حتكون مسافه يعني مثلا الملامح تكون واضحه، مثلا عندكم فتحه الخشم واضحه، الحلق واضح، يعني اذا كل شيء حيكون عندكم واضح للمستقبل. فاحاول الصوره اللي ارسمها احاول احفظها بمخيلتي، احفظها لان حتجيني مواضيع هواي مشابهه، اللي يختلف تقريبا بس الملامح والظل والضوء. اما الظل والضوء يعني اغلب يعني هواي صور انا رسمتهن انه تقريبا مشابهات حسب زاويه الاضاءه. والنقطه الاخيره تقريبا هي انه ما اكمل رسمه بنفس اليوم، يعني انا من رسمت هاي الرسمه هي نفسها يعني خططتها بيوم وعفتها، وبعدين جيت شويه يعني شيكت الملامح طلعت عندي بعض التعديلات. طبعا الرسمه هي مو نفس الصوره، يعني حاولت اغير بيها لان هي الرسمه الية، فاحاول دائما رسمه ما اكملها بنفس اليوم. اتمنى يكون عجبكم الفيديو، وان شاء الله احاول اشرح لكم بالدرس الجاي افضل، او شلون انقل اي فور على ورقه اي 3 باستخدام نفس الطريقه، طريقه المربعات، وهي مو مربعات، طريقه مستطيلات. اتمنى يعجبكم الفيديو، وتحياتي لكم اصدقائي.